طريق مجدوب مدينة فاس من الحي بفتوح. وأول فكرة جاتني للدي أرتيس الحقيقة ما كنتش غادي نشارك في الدي أرتيس، كنت مع عمري شاركت في شي برنامج، ونهار اللي شفته في رمضان شفت الإشارة ديالو عجبني الحال وقررت ومشيت للكاستينغ ودوزت أنا الكاستينغ، وكانت بداية زوينة وكان مشاعر زوينين دوزناهم مع في الكاستينغ، وكان واحد الجو زوين بزاف. هي في الحقيقه كنت واثق في راسي بزاف، حيتاش كنديروا شي حوايج اللي ما كاينينش في المغرب هنا، وكنديروا شي حاجه كافحنا وتعلمنا شي حوايج اللي نقدروا نوصلوا لقلوب المغاربه كاملين. والحمد لله الله وفقنا ووصلنا لهم قلوبهم، وعجبنا المغرب كامل، عجبنا الناس كاملين، وكنت واثق في راسي بزاف. غادي يكون عندنا قيمه كبيره تما مع صغير ومع كل شيء، وكان داك الشيء مزيان، داك الشيء اللي كنت كنظن لقينا داك الشيء اللي كان. كانوا كيقولوا لي انتي دائما انتي اللي هتربحي، حاولي تبقي تعقلي على شي حاجه ديالك، بقي تعقلي عليها. بالنسبه للونطريما راه اي حاجه، راه لما كافحتيش وصبرتي وتعذبتي هي كانت كتبكي، حتى كانت كتعيا وتبكي، وفي نفس الوقت عطات نتيجه كبيره، وهي موهوبه من غير هادشي، هذا موهبتها هي، وعاونتني بزاف حيت كنت كتصبر وكنت كتعاون معايا، حيت كنت عارفه هادشي خدمه كنا كنخدموا به بزاف، وكنت كتعتمد عليه حتى هي بزاف، كتخدم اكثر من القياس باش وصلت لهاد النيفو هذا. كنت كنقول لنا نتوما اللي ربحتوا ولا ماشي هذا، ماشي نتوما ولا ماشي نتوما، كنت ذلك انا بزاف. قال لي انت هذا لك العصر ديالك و تعلم الدراسة. الحقيقة كنت كما قلت لك في الأول كنت ثائق في راسي غادي نعجب الجمهور وهذاك الشيء، ولكن ما كنتش كنظن بداك يعني صراحة لقينا واحد الإقبال، ولقينا واحد ما عرفتش ما نقدرش نتصور هذاك الشيء اللي حسينا به داك الساعة، كنت واحد الإقبال كبير بزاف، وصراحة عطاونا واحد القيمة بزاف، عطاونا واحد القيمة كبيرة بزاف. هي القصة كان رشيد الواليد كان قال لي راه غادي نقري لك البنت ديالك في بريفي واحد العام، غادي تكلف بي، غادي تكفل بي رشيد الوالي. وما كانش عندي الوقت للفينار، كان نهار واحد شني فاش كنت غادي بحالي في الترانسفور باش نرجعوا بحالنا لسميتو فين جالسين، قررت باش ندير قصه على القرايه، قلت ما عنديش الوقت غادي ندير قصه على القرايه، وكانت احسن وكانت سهله بالنسبه نقدر نديرها في ذاك الوقت هذا، حيت باش دير قصه وتلعب مع لانستري ودير لي سبيكتاك في نهار واحد راه ما ساهلش، مستحيل. وكنت خايف من البنيته باش ما تقدرش دير داك الشيء، ودارته بواحد الطريقه انا براسي بقيت صراحه بقيت مبهود، حيت دارت معايا داك لي سبيكتاك هذاك في نهار واحد، وكان كنت مخلوع باش ما درتش عليه، دارت داك الشيء واعر بزاف، والحمد لله توفقنا بداك الشيء وصلنا لذاك الهدف اللي كنا بغينا نوصلوا له. الفوز كانت واحد الفرحه كبيره، ولات عندنا واحد القيمه ماشي بحال في الاول، كانوا الناس كيعرفونا كنخدموا غير في الزنقه، ما كانوش عاطينا واحد القيمه بحال اللي دابا عاطينا قيمه، ولا بنادم كيتصور معنا الناس كاملين كيعجبهم الحال وفرحوا معنا كاملين، ولا كيتصور معنا في اي بلاصه مشيت سواء خرجت غير من الدار كيتصور معايا، تم الخدمه وليت كنبغي نخدم في الزنقه ما كيخليوناش نخدم، بحال اللي انا براسي ما كنتيقش راسي واش انا هو طارق ولا لا، علاش؟ حيت كيتصور معنا بزاف وبحال شي فنان كبير حداهم ما عرفتش. شنو درتي من ورا ما ربحتي؟ ولا واش ولاو الناس كيعرفوك؟ كي تصور معاك انت وباباك، عاودين لنا شويه. كانوا كيعرفوني بزاف، مبلغ مالي اللي حصلنا عليه كنت في داير بالي من غادي نوصل بحال هذا المبلغ، ولا كنت كنخدم انا ديجا كنت كنخدم خارج المغرب، وكنت بغيت نوصل لهذا المبلغ هذا باش ناخذ الدار، حيت ما كانش عندي الدار. وقبل ما ناخذ المبلغ كنسولني رشيد الوالي قال لي شنو تقدر دير بهاد 20 من اللي ربحتي بها اللي ربحتيها، قلت له غادي نشري بها اول حاجه، غادي نشري بها دار، حيت
كنت بغيت ندير مشروع ولا شي حاجه، ولكن الدار هي الاولى، خديت الدار وعاد ديك الساعه نقدر ندير شي حاجه واحده اخرى، وللاسف ما كانش كافيه، كفات الدار والحمد لله فتحت لي باب كبيره من خديت الدار، وان شاء الله يجيب مبلغ واحد اخر اللي نقدر ندير به، ندير به داك الحلم اللي بغيت ندير تدريب انا به وبغيت نوصل له ان شاء الله. الحقيقه هما كانوا في الاول حيت كنت كندير تدريب عشوائي، يعني في لاصال عشوائي ما كاينش لي سباس، ومن بديت كنخرج نخدم ما كانش كافي، ما كانش كيعطي واحد المبلغ اللي تقدر تاكل به طريف الخبز كما كنقولوا، وما قررت نسالي منه وما عجبهمش الناس، وخا هكاك تخليت على الدراري حيت كانوا باغيين العائله ديالهم، الناس والدراري كاملين وليدات هاد الحومه هادي اللي فيها حنايا كانوا باغيين التدريب، ولكن انا سمحت فيهم. ودابا حاليا فاش درت بدي ارتيست كل شيء جا عندي، وكل شيء تم كيجيب لي ولادو كيقول لي هاكا ثلاثه الدراري، ثلاثه الوليدات، اربعه كاين اللي عنده جوج، كيقولوا لي ضروري تدربهم انت، وخا في الدار كنقول لهم انا كنتريني مع وليداتي في الدار وكنتريني في الدار، ما كاينش لاصه كيقول لك لا والو دير معايا، دير مستحيل باش درنا التدريب لهادشي، كل شيء باغي صراحه يدير تدريب لهادشي. كاينين قاعات كنعرفوهم مشدودين، ما فيهم ماتريان فيهم ومشدودين ما كيستافدوش، علاش ما يكونش عندنا امكانيات على الاقل غير نتدربوا حنا، واخا ما نكونش غادي ندربوا هذوك الناس، نتدربوا حنا بحالنا بحال الناس كاع، يكون طابي كل سباس، يكون لاصال واخا على قد الحال، المهم يكون فيه لي سباس باش نقدروا نوصلوا هاد الموهبه للناس كاملين، ويقدروا كما قالوا ما يقدروا يتعلموا لها، وكما باغيين يعلموا وليداتهم ان شاء الله. لا في الحقيقه ديال الخدمه ديالي وراه كيعرفها كل شيء، المغاربه كاملين كيعرفوا هذا الشيء، هذا الخدمه ديالي كنخدم بهذا الشيء هذا في الزنقه، كل مره في كنمشي، كل مره مره مراكش مره اكادير، كل مره وفين طنجه كندور المدن باش كنجيب طريف الخبز. ومشيت للدي ارتيس وباقي كنخدم في، يعني قبل ما ندوز كنت كنخدم في الزنقه، وحاليا باقي كنخدم في الزنقه، هذيك هو طريف الخبز ديالي هنا، وبغيت نوصلو هذه موهبه عطانا الله سبحانه وتعالى، بغيت نوصلها لوليدة المغرب كاملين، وبغيت نوصلها كاع للناس، وكل شيء باغيها، شفت الناس كاملين باغيين يديروا هذا التدريب هذا، وبغاوني ندير هذا الشيء هذا، وانا اصلا بغيت ندير هذا الشيء لوليدة المغرب ونعاونهم وندربوا الدراري الشباب بحالهم بحال وليداتي، وان شاء الله غادي يكون غادي ندير هذا الشيء هذا، وغادي ندير المستحيل باش ندير اي وسيله غادي ندير التدريب ان شاء الله. هي موهبه من عند الله سبحانه وتعالى، كانت عندي موهبه ديال جميع الرياضات حيت ترينيت بزاف ديال الرياضات، درت كونغ فو، درت تيكواندو، درت هابكيدو، درت الكويكيدو، ولكن اللي تجأت ليه بزاف واللي عجبني بزاف هو البالانس انستاند وليزا اكروبات. كنت كنتفرج غير في الافلام بحال اللي بحال الناس، ولكن لقيت راسي كنلقى راسي في ليسان، كنمشي نتفرج، كنبقى بزاف كنمشي كنبقى نتعلم غير بوحدي، فهمتي؟ لقيت راسي عندي واحد الموهبه اللي هذاك، ما عرفتش كيفاش بديت، المهم انا ما كنعقل على راسي وانا لقيت راسي كنتريني من الصغر. حقيقه كان عندي واحد المشكل في برنامج ديال عرب غوت تالنت، كانوا قبل من دي ارتيست، كنت داير معاهم غادي نمشي عندهم، يعني كنت مشارك معاهم، دفعت لهم الباسبور ديالي وديال البنيته، وفاش دزت شافوا البرايم الاول ما عجبهمش الحال، كان قالوا لي علاش مشيتي للبرنامج ديال دي ارتيست وحنا قبل منك ودرتي معانا، وفي نفس الوقت راهم قالوا لي غادي تكون معانا ان شاء الله، وقبلوني معاهم ان شاء الله، غادي تكون عندي مشاركه في شهر 11 غادي يبداو التصوير ان شاء الله، ونتمنى يكون خير، ونتمنى يعجب الجمهور كامل داك الشيء اللي غادي نديرو ان شاء الله، ونتمنى نوصلوا لقلوبكم كما وصلنا لدابا في دي ارتيست، وغادي نديرو مجهود كبير باش نكونوا في حسن الظن ديالكم ان شاء الله. خدمت في الولايات المتحده في لاس فيغاس في تركيا، وخدمت في شينوا، وفي الحقيقه بغيت الخدمه اللي كنخدم تما خدمه بلادي، حيتاش كنبغي بلادي بزاف، وما عرفتش علاش ما كتعجبني حتى شي بلاد خارج المغرب غير المغرب، ما عرفتش علاش الناس كاع كاملين كيقولوا لي علاش كترجع، علاش ما تبقاش تما، علاش ما طلعش وليداتك وتخدم تما، كنقول لهم انا بغيت نبقى في المغرب ونخدم هنا، وفي نفس الوقت راني باغي نبقى في بلادي، وخا يوقع اللي وقع يعني كنبغي المغرب بزاف، وبغيت نبقى في بلادي، بغيت ندير هذا الشيء ندخلو المغرب اصلا، نديرو في المغرب وتخدم تاهو في المغرب. واخا قاعد هذاك الشيء، واخا كنتيني مع با باغي نقرو، باغي ندير مبيوش، انا بغيت نولي طبيبه، ونقول لك نشكر بزاف.